رح نكون عم نتعرف اليوم على الأجواء الرمضانية بقلب مدينة صيدا بخان الإفرنج. تعوا معي لنتفرج. موقع النبطية حضرة جبل عامل كان حاضر بعاصمة الجنوب صيدا اللي فازت بلقب المدينة الرمضانية لهيدا العام. الأنشطة كانت جدا متنوعة، شكلت رسالة محبة وأمل بالرغم من كل الظروف. أهلا وسهلا بكل أهل الجنوب. رمضان مثل ما شايفها كتير رائعة وكتير حلوة، إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب. ومهرجان صيداوي يعني خير دليل على هالشيء. هاي اسمي نيفين جمعة، فنانة تشكيلية من صيدا. بهيدا الزون نحن كنا عم نجرب نجسد لوحة لأحد أهم الفنانين بتاريخ الفن اللي هو فان جو. أي شخص بيقعد هون يتصور بحس حاله كأنه قاعد بالبينتينج. أول شيء أهلا وسهلا فيكم بصيدا، كوني أنا كمان بتشرف نكون جيتو من النبطية لأنه أنا كمان بنت النبطية. لنحاول إنه نكسر نتفي هيدا الخوف اللي عم يتعرضوا قلوا الأطفال كل يوم بجنوبنا. نحن جايين من الشوف، عم نشارك هون بمهرجان صيدا أح، بعارضين كل شيء منتجات بلدية بيتية من جميع أنواع العسل، عنا الزبيب كمان، التين. فلسطيني من صيدا، بشتر راحت لحال أم، وبندعيكم أنه تفضلوا عنا عخان الفرنج صيدا مدينة رمضانية و... بروح شوي الواحد يعني رغم الأسى اللي عم بيصير علينا. ومثل ما شفنا السوق بيتضمن زوايا مختلفة، منا الحرفية، أناشيد رمضانية، زوايا خاصة بالأطفال، عرض منتجات ومأكولات ومشغولات تقليدية. Oh.